السلام عليكم ورحمة الله حبيبي، how are you؟ Hope you are fine إن شاء الله. Today we are going to revise the whole surah, surah 15. Let's start. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اوكي حبيبي يلا ميك ات ايزي فور يو. السلام عليكم.